يا صباح الورد، يا صباح الأمل والتغيير، يا صباح كل حد قدر إن هو يتغير فعلا ويشتغل على نفسه ويسهلها على اللي حواليه. يا صباح الناس اللي بتسهلها على بعض، موظفة الحكومة اللي قادرة إن هي من خلال إن هي بتعمل وظيفتها بطريقة توفرها عليك وتخليكي تمشي بدل ما تاخدي في مهمة 5 دقايق تاخدي فيها دقيقة واحدة. يا صباح الورد عليها، يا صباح الورد على كل حد بيحاول يشتغل على نفسه ويبقى أحسن. في الحقيقة احنا أكتر من مرة في البرنامج هنا جبنا معانا دكاترة واستشاريين أخصائيين نفسيين، أخصائيين علاقات أسرية، كل حد فيهم اتكلم عن أي حد عايز يتغير يبقى أحسن، أو أي حد عايز يطلع من صدمة، أو أي حد عاوز يبقى يحقق أحلامه أو أهدافه. دايما كلهم اشتركوا في حاجة واحدة أنا يعني أخدت بالي منها جدا الحاجة دي، وكانت إن هم يعتمدوا على الكبير أوي جل وعلا، اللي هو القوة اللي الواحد لازم يستند ليها، ربنا سبحانه وتعالى. كلهم قالوا إن من ضمن الخطوات اللي أنا أقدر أمشي عليها في حياتي عشان أحقق هدف أو أخرج من صدمة أو أعدي من محنة، أول حاجة في الطريق ده إني أنا أتكل على ربنا سبحانه وتعالى. والنهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعرف نعمل ده إزاي. إزاي أحسن الظن بالله؟ إزاي أتكل على الله؟ إزاي أبتدي أقول لأ، أنا هنا من الخطوة دي هبتدي إني أنا فعلا أحس إن أنا مسنود. معانا ومعاكم الشيخ أحمد سمير، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا ومرحبا. حضرتك منورنا النهارده. بارك الله فيكم، صباح الانوار. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا ومرحبا. احنا النهارده عاوزين نسال حضرتك على حاجات كتيره، من ضمنها انا اول ما بصحى من في اليوم كده عاوزه اقول انا النهارده مسنوده من ربنا سبحانه وتعالى، ما ياثرش فيا لا حسد ولا عين ولا سحر. ابتدي ازاي؟ ابتدي يوم ازاي؟ بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. يعني الحقيقة قبل أن نتكلم يعني عن الأشياء التي تعين على هذا الأمر، يعني ما أجمل ما ذكرت في المقدمة على مسألة يعني حسن التوكل على الله والإنسان، يعني والتوكل ده ليس أمرا سهلا، إنما العلماء يعرفون هو ثقة القلب بالله أنه لا نافع ولا ضار على الحقيقة إلا الله، وأنه هذه العقيدة إذا ملأت القلب تنور القلب وبالتالي تستجيب الجوارح لهذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا فقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك قالوا القلب هو أمير الجوارح، وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فهنا قالوا القلب سمي قلبا لكثرة تقلبه، قالوا أشد تقلبا من الماء في القدر على النار عند الغليان. القلب يعني أشد تقلبا من هذا الماء حينما يغلي. فمعناه الإنسان ينبغي أن يعتني بإصلاح قلبه، ينبغي أن يعتني بإصلاح قلبه. وهكذا ورد في الحديث النبي قال: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أولا لا بد وأن يعلم أن الله عز وجل ليس كمثله شيء ولا يشبه شيئا من خلقه سبحانه وتعالى. وإذا ورد لفظ ظاهره يوهم أن الله مشابه لخلقه فهذا يحمل على معنى يليق بالله. فقالوا إذا معنى إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يعني الله يتصرف في القلوب كيفما يشاء،
يصرف قلب هذا الإنسان إلى الطاعة أو يصرف قلب هذا الإنسان إلى المعصية ونحو ذلك. الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وهذا معنى حديث معنى دعاء النبي: اللهم يا مصرف القلوب، يعني يا ربي أنت خلقت هذه القلوب وأنت تتصرف فيها كيفما تشاء. أما ربنا سبحانه وتعالى فلا يشبه شيئا من خلقه، ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. الله لا يشبه ما نتخيل وما نتصور لأنه الخالق. وهذه العقيدة لا بد وأن تكون راسخة في القلب، اللي هو أنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذن الله، إلا بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب إيه الكلام اللي أقدر أقوله في بداية يومي؟ نعم. ومن خلال الكلام ده أنا بقى مسنودة طول اليوم إن أنا مش هتحاسد، مش هتعرض لنظرة عين أو حسد أو حتى سحر. ده قلنا اللي هو هذه العقيدة اللي هو الإنسان يقوي قلبه، يكون هذا القلب حاضرا، هذا القلب منورا بنور الإيمان عنده هذه العقيدة الراسخة. فبالتالي بيبدأ بقى يأخذ بالأسباب التي تعلمناها. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم، وربنا عاصمه من الناس كما أخبر في القرآن الكريم: والله يعصمك من الناس، وربنا حافظه سبحانه وتعالى، ومع ذلك هو الذي علمنا وكان يواظب على ذلك ولا يتركه، اللي هي احنا بنسميها أوراد الصباح، الأذكار أوراد الصباح والمساء. أيوه. وهنا ينبغي أن ننبه معنى أوراد الصباح ومعنى أوراد المساء. الصباح يعني الأفضل والأحسن أن تكون من وقت دخول الفجر اللي هو أول النهار إلى نحو 3 ساعات ونصف. طيب إن لم يقم كان نائما ونحو ذلك، فيستطيع أن يقولها أول ما يستيقظ من نومه. اللي بقى ينبغي أن ننتبه له اللي هي أذكار المساء. تلاقي كتير من الناس بيعملوا إيه؟ بيجي بيقول هذه الأوراد وهذه الأذكار بعد صلاة العصر أو قبل غروب الشمس. لا، المساء هنا المقصود به دخول وقت الليل، يعني يبدأ في قراءة هذه الأوراد وهذه الأذكار بعد غروب الشمس مباشرة، يعني بعد دخول وقت المغرب. أغلب الناس بتلاقيهم يعملوا إيه؟ بيقولوها بعد العصر أذكار المساء. المساء هنا المقصود به دخول الليل، ويدخل الليل أول الليل بدخول المغرب. فلابد أن ننتبه عشان يكون حصن نفسه أول النهار وأول الليل، عند دخول النهار وعند دخول الليل. يبقى ده الأوقات ينبغي أن نعتني بهذين الوقتين. الأمر الثاني اللي هي الأدعية بقى، الأشياء اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليها. فهذه الأذكار منها قراءة آية الكرسي، وهي سيدة آي القرآن، سيدة آي القرآن، وفيها ما فيها من تعظيم الله وتنزيه الله، وفيها تشتمل على التوحيد وتشتمل على الحفظ وتشتمل على أمور كثيرة. تحملنا لكلام حضرتك، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد أعطيت آية لم يعطيها نبي قبلي. نعم. اللي هي آية الكرسي. آية الكرسي. نعم. أيوة. سيدة آي القرآن. أيوة. فعندنا آية الكرسي وهي حرز عظيم جدا للحفظ من الحسد، وللحفظ من الأعين، وللحفظ من السحر، وللحفظ من الشياطين ونحو ذلك. فعندنا آية الكرسي، أواخر سورة البقرة: آمن الرسول. كمان عندنا شيء مثلا يغفل عنه كثير من الناس، ورد في الحديث أنه من قرأ آخر آيات من سورة الحشر يقرأ: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إلى آخر الآيات في سورة الحشر. ورد في الحديث: من قالهن في الصباح يبقى معه 70,000 ملك. 70,000 ملك يكونون معه، يمدونه ويحفظونه بأمر الله، ويعني ويستغفرون له. وإذا قالها في المساء يكون معه 70,000 أيضا. طيب اتخيلي حضرتك كده أنه أنا كل يوم الصبح يعني لما باجي أتذكر هذا الأمر وأقولها مثل هذه الآيات ونحو ذلك، وأتخيل حقيقة أنه معي 70,000 ملك، هذا الجيش العظيم، كم يكون في قلبي من القوة والاعتماد. الواحد بيقول لك إيه، اللي بيكون عنده أب
او حد كبير بيكون مستند عليه لانه خلاص في ظهري. طب مايك 70,000 ملك في الصباح يكونون معك يمدونك بامر الله ويمدونك بامداد الله تبارك وتعالى الى المساء. فمن الذي يقدر عليك سواء من انس او جن ونحو ذلك؟ علشان كده النبي علم هذا الامر لسيدنا عبد الله بن عباس وكان صغيرا لما قال له يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني معناه اعمل احفظ أوامر الله، اعمل بما أمرك الله، يحفظك الله وينصرك الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهنا بقى العقيدة وهنا قوة الإيمان وقوة التوكل على الله تبارك وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا ده الأمر ده كان قوي في قلب الإنسان، وده معنى التوكل على الله، حسن التوكل على الله اللي هو ثقة القلب بالله أنه لا يكون في كون الله إلا ما أراد الله. عندنا أواخر سورة الحشر، عندنا كمان سورة الإخلاص والفلق والناس ثلاثا ثلاثا ثلاثا، عندنا كمان من الأمور التي كان يحافظ عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات صباحا و7 مرات مساء. ودي فيها معنى عظيم ومعنى كبير جدا. لو نظرنا إلى آيات القرآن النهاردة بتلاقي مثلا بعض الناس مثلا لو تعاملوا مع بعض فيقول له روح يا أخي حسبي الله ونعم الوكيل، وبعض الناس بتزعل لك أنت بتدعي عليا. هي بالأصل معناه أنا أفوض أمري إلى الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني دلوقتي حسبنا الله ونعم الوكيل دي ذكر لله. لا ده ذكر لله بس هو الإنسان بيخاف من إيه؟ لأنه أنت فوضت الأمر إلى ملك الملوك إلى رب العالمين. يعني لو كان الأمر بيني وبينك يعني الأمر نوعا ما يعني دلوقتي وأنا خايفة من حد هقول حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني دعاء عظيم. لأن الآية بعدها هي فانقلبوا بنعمة من الله وفضل دي النتيجة، لم يمسسهم سوء. ده النتيجة لو أنا خايفة من حد ذو نفوذ وقوة وعداوته واضحة. سيدنا إبراهيم لما ألقي في النار ماذا كان ذكره ودعاؤه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب لو أنا خايفة من حد بيمكر بي، معروف أن المكر مش أذية مباشرة، اللي بيمكر بحد خبث وخداع بيحاول يوجه الأذية بس مش عن طريقه عن اتجاه حد تاني. إيه اللي ممكن أقوله؟ وده مهم جدا إحنا نبين نقطة تانية. اللي هي قول الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أولا لا يجوز أن يسمى الله ماكرا، لا يجوز لأنه هذا اسم قبيح ولم يرد في الشرع. الأمر الثاني المكر من الخلق هو خبث وخداع. أما نسبته إلى الله على وجه المقابلة، مقابلة لفظ بلفظ، ولكن المعنى ويمكرون أي بخبثهم وخداعهم، ويمكر الله هذا قلنا مقابلة لفظ بلفظ، ولكن معناه أي أن الله عز وجل قادر على إيصال الضرر بهم من حيث لا يشعرون. طيب إيه اللي أقوله؟ اللي هنقوله بقى إيه؟ اللي هنقوله من الأشياء التي نقولها حسبنا الله ونعم الوكيل، تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى الله. هذا معناه إن الله بصير بالعباد، يفوض الأمر كله لله، يتوكل على الله، الله يفعل نعم الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الأدعية ومن الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونافعة جدا، كذلك كما ورد في القرآن منها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعتراف بالتوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، وأن أعترف بتقصيري وذلي لله عز وجل. لا إله إلا أنت، توحيد لله، لا إله إلا أنت سبحانك، تنزيه لله. يعني تقدست يا الله، إني كنت من الظالمين، أعترف بتقصيري، أعترف بذنوبي. فيعني فتكون النتيجة ينجيه الله، زي كما حصل مع سيدنا
ذي النون سيدنا يونس عليه السلام لما ألقي في بطن الحوت وكان يكثر من هذا الذكر ومن هذا الدعاء، ففرج الله عنه وخرج من بطن الحوت وخرج من بطن الحوت. كذلك أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله. لو نظرت اليوم أغلب الناس تعدي مع الناس يشتكون هموم وأسعار وتكاليف الحياة ومش عارف كذا وهموم وديون و و و و و ويغفلون يعني. ودائما في أشياء يعني لتفريج الهموم ماشي عم الشيخ الأذكار وكل، بس في حاجة العلماء يقولوا عنها إيه؟ في أسباب ظاهرة وأسباب باطنة. أسباب ظاهرة وأسباب باطنة. أو بعضهم يقول أسباب أرضية وأسباب علوية. يعني إيه؟ أسباب ظاهرة متمثلة في أنه مثلا يسعى ويجتهد ويجد ويطلب الرزق الحلال ويحصل المال. طيب الأسباب الباطنة التي منها التوكل على الله، والتي منها التصدق، الصدقة تقي مصارع السوء، صدقة السر تقي مصارع السوء، وأن يتصدق وأن يفعل بعض الأمور التي تستجلب رحمات الله تبارك وتعالى ويستجلب بها معية الله سبحانه وتعالى. فدائما كمان مثل هذه الأذكار لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفي حضرتك النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنها كنز من كنوز الجنة، كنز من تحت العرش. وقال يعني كما ورد في بعض الأحاديث أن هذا الذكر هذا الدعاء بينفع لتسعة وتسعين داء، تسعة وتسعين داء، تسعة وتسعين مرض. قال أقلها الهم، أيسرهم الهم، أقل شيء مما يفرج بسببها بسبب هذا الدعاء وهذا الذكر أقله الهم. من منا لا يشكو هما؟ طب ثواني، إحنا كده قلنا ثلاثة. اللي خايف من حد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، اللي خايف من مكر حد اللي هو الأذى غير مباشر يقولوا أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، واللي عايز هم ويذل يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت مظلوم، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب واللي عايز ربنا يزد له ويديله من نعم ويقول إيه؟ الاستغفار. الاستغفار نافع لكل شيء. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. دايما يقولوا عندك هم استغفر، عندك كرب استغفر، عايز زيادة في الرزق استغفر، عايز بركة في الرزق والمال والأولاد استغفر، عايز بنين وبنات استغفر، عايز تفريج للكروب استغفر. الاستغفار، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. ده النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقول، وهذا تعليما لأمته يعلمنا ويحثنا على هذا الأمر. لذلك العلماء يقولوا إيه؟ ودائما لما نقول أكثروا من الحوقلة، أكثروا من الاستغفار، وفي الاستغفار ينبغي أن ننتبه. كثير من الناس يقول لك أنا بستغفر 1000 مرة وما فيش حاجة، وتلاقي أستغفر الله أستغفر الله، بيقلب الغين خاء. كمان حتى الإنسان ينال الثواب وما والجائزة التي وعد بها لابد وأن يكون ذكره بطريقة صحيحة. زي مثلا بيجي بعض الناس بيقول لك أنا بكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أو اللهم صل وسلم، شيء ليس واضحا. لا، أصلي على النبي أقول صلى الله عليه وسلم. طيب عشان اللهم صل على سيدنا محمد. طيب احنا هنا مش مهم النية؟ ما النية وأن يكون العمل موافقا للصحيح. ما هو لابد. لذلك لو نظرنا تلاقي مثلا في الصلاة في الصيام، أليس العلماء يذكرون شروط صحة وأركان وسنن؟ ده ليه بيذكر العلماء؟ حتى نؤدي العبادة بطريقة صحيحة، حتى تؤدى العبادة بطريقة صحيحة. فأنا أمرت بالاستغفار، لابد وأن يكون الاستغفار بطريقة صحيحة، بنطق صح، نطق صح حتى يثاب عليه. فمثلا يقول أستغفر الله، طب مش قادر يجيب الغين بتطلع مع خاء، بيقدر يغير الصيغة يقول ايه
رب يغفر لي، رب يغفر لي. انت ورد في بعض الاحاديث انه الذي يستغفر للمؤمنين والمؤمنات بعدد 27 مره كل يوم، ورب يغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، الله عز وجل يعطيه بعدد كل مؤمن ومؤمنة منذ أن خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، يعطيه بعدد كل مؤمن ومؤمنة حسنة. لا وأنا أعرف كمان إن هي إحدى موجبات الدعاء، لو أنت عاوز دعاءك يتقبل كمان هذا من الأشياء، بس شوفي أدي يعني عمل قليل يحصل ثواب عظيم. واحد مثلا ممكن بدعاء بسيط يقوله يحصل أكثر من مليوني حسنة. إزاي؟ أليس ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، وإن كان بعض الأحاديث فيها ضعف إلا أنه يعمل بها في فضائل الأعمال، لأنه هذا في الذكر ونحو ذلك، فهذا من فضائل الأعمال. عشان أحيانا أقول لك إزاي ده في ضعف، وإن كان فيه ضعف فإنه يعمل به في فضائل الأعمال، وليس معنى ذلك أن ما نقوله هو من الضعيف، لا. نقول علشان لو حد قال أنه إزاي مش عارف تكسب مليون حسنة أو مليوني حسنة، ورد في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الإنسان إذا دخل إلى السوق، السوق وقت انشغال الناس، علشان كده النبي علمنا العبادة في الهرج كهجرة إلي، ثوابها عظيم في وقت تغافل الناس كلها تبقى مركزة في حاجة ومركز مع ربنا. فأنت في السوق لما يدخل إلى السوق، والسوق مش شرط يكون مكان، لو دخل المول مثلا هذا سوق، عدى من شارع فيه محلات هذا سوق. فالإنسان يتذكر كلما يمر بين محلات أو نحو ذلك، يعني سوق ولو كان صغيرا، يقول هذا الدعاء بيكسب أكثر من مليوني حسنة. يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. دعاء واحد بس قد ايه بتكسبي من الحسنات ما لا يعلمه الا الله. واحد يقول لك ازاي بس عشان قلت الدعاء ده؟ طب الاعظم واكبر من كده انه الانسان ياتي يوم القيامه، الانسان المسلم ياتي يوم القيامه ويجد في ميزان حسناته حسنات كثيره اثقل من الجبال. فيسال العبد اي ربي من اين لي هذه الحسنات؟ فيقال له ألم تذكر يوم كذا في وقت كذا حينما مررت بمكان كذا فقلت لو أن لي مالا لعملت كذا وكذا من الحسنات؟ هذا جزاء نيتك. هذا جزاء نيتك يحسن النوايا. ليه؟ لأنه هذه النية كانت خالصة لله. أول شيء هو ما معهوش، ثاني شيء هو نوى بقلبه، ما وقفش أمام الناس وقال إنه أنا لو معايا أنا كنت، أو مثلا يعني رأى، لا ده هو بينه وبين ربه قال يا تأثر، أنا لو معايا فلوس كنت عملت المستشفى دي، لو معايا فلوس كنت ساعدت الفقراء دول، يا ريت كان معايا كنت ساعدتهم، بس وخلص. ومجرد شيء خطر على باله نواه ثم نسيه، ولكن عند الله لا يضيع شيء دايما. يعني الله دايماً. أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. في الحقيقة أنا فضيع على الختام دقيقتين وكنت محتاجة من حضرتك، يعني الوقت عدى فعلا بسرعة رهيبة. سبحان الله. أنا كنت محتاجة من حضرتك صلاة قضاء الحاجة، الدعاء بتاعها. طيب، هو في ورد في الحديث عن عثمان بن حنيف، هذا الحديث لا يعرفه كثير من الناس، أنا مستنية من أول الحلقة. هذا الحديث لما سيدنا عثمان بن حنيف من الصحابة، أيوة. النبي كان جالسا مع الصحابة فدخل، يسمى بحديث الأعمى، دخل عليه رجل أعمى، دخل صحابي دخل على النبي فقال يا رسول الله ادعو الله لي أن يرد علي بصري، وذكر أمور من حاجته. قال له إن شئت صبرت ولك الجنة. قال له يا رسول الله ليس لي من قائد يقودني إلى المسجد ونحو ذلك، ذكر حاجته لهذا الأمر. فقال له إن شئت، هو جاء يطلب دعاء النبي، ولكن النبي الرحيم علمه دعاء ليكون للأمة كلها. قال له عليه الصلاة والسلام إن شئت اذهب توضأ وضوءك للصلاة ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة
يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. قال له واذكر حاجتك. أيوة. يقول الراوي والله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس إلا وقد دخل علينا الرجل وكأنه لم يكن به ضر قط. دي قضاء الحاجة العاجلة. نعم. قال له توضأ وضوءك للصلاة ثم صلي ركعتين ثم بعد السلام قل هذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. قال له واذكر حاجتك. فقال الرجل والله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس إلا وقد دخل علينا الرجل وكأنه لم يكن به ضر قط. بعض الناس يقول لك إيه؟ هذا كان بسبب دعاء النبي له، النبي ما دعا له إنما علمه بما يدعو. بعض يقول هذا في حياة النبي وليس بعد انتقال النبي أو بعد وفاة النبي. في الحقيقة نقول لهم أنا يعني الحلقة دي محتاجين كمان حلقتين إن شاء الله. الكلام ممتع. ومثلها حصل في زمن عثمان بن عفان أيضا. يعني أنا مش عارف لحضرتك إيه بجد إحنا كنا محتاجينها فعلا من كل الأدعية دي. الله يعني. وفي أدعية كثيرة أكيد يعني حضرتك. إحنا الحلقة دي كانت مثمرة فعلا. إحنا قبل الحلقة اللي بيتفرجوا على أولها وآخرها لازم ورقة وقلم ونكتب كل الكلام ده. نشكر حضرتك. بارك الله فيك. وجزاك الله خيرا عن كل الأدعية الجميلة الله دي. عليكم الله. وإن شاء الله بإذن الله لنا لقاء تاني إن شاء الله أكيد. بإذن إن شاء الله. نشكركم وحلقة جديدة وجرعة أدرينالين جديدة.